مساء الخير عليكم متابعينا متابعي اليوم السابع في لايف جديد. معاكم محمد فتحي من اعلى كوبري الساحل، مكان سقوط الميكروباص اللي كان يقل 14 من الركاب بخلاف السائق. من هنا وفي هذا الموقع بالتحديد سقطت السيارة بالسوق زي ما حضراتكم شايفين كده. ده المكان اللي سقط منه الميكروباص، وحاليا حواجز حديدية اهي وضعتها قوات الامن زي ما انتم شايفين. المكان ده اللي سقط منه سيارة الميكروباص في نهر النيل. حاليا قوات الامن منتشرة لتسهيل الحالة المرورية. حتى الآن لم يتم العثور على ناجين. شرطة المسطحات المائية على شال المسطحين المكان اللي وقع منه السيارة. زي ما انتم شايفين كده الكوبري مش موجود عليه السور الحديد بتاعه، لان السياره خدت السور الحديد ووقعت في النيل تحت وسقطت في البحر. ناس كتيره واقفه على الكوبري منتظرين. شرطه المسطحات المائيه شغاله تحت لانتشال البحث، انشال الجسامين والبحث زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. هو الظلام يخيم على المكان، بس واضح قدام ان في سيارات اسعاف موجوده زي ما انتم شايفين كده. لسه حتى الان ما وردناش اي معلومات عن انتشال اي من جسامين الضحايا اللي سقطوا في النيل. سيارات الاسعاف متواجده، شرطة المسطحات المائيه برضو شغاله. هو بيحددوا المكان؟ احنا مش شايفين كده يا جماعه. الغطاسين شرطة المسطحات المائية بتكثف جهودها في البحث. سليمة يا جماعة، يعني واقع حقيقي. هو المعلومات بتقول ان عجلة القيادة اختلت من السائق ودخلت على السوق. ده اللي حصل، ان الميكروباص سقط في النيل في وقتها على طول. زي ما قلت لكم ان الميكروباص كان فيه 14 راكب، هو كامل العدد، وبسائق الميكروباص يبقى العدد 15. المعلومات اللي وصلت لنا ان حتى الان مفيش حد نجا من الحادث. زي ما انتم شايفين كده، ده كده الصوره اهو يا جماعه. شايفين كده عليه الميكروباص، تم احاطة حواجز حديدية. سيارات الاسعاف منتشرة في كل مكان هنا، يعني بحاول ان انا انقل لحضراتكم الصورة كاملة. قوات الامن منتشرة في كل مكان هنا، هم عاملين حاجز حديدي حوالين المكان اللي
الباسبور اللي اتقطع. يعني عملوا الحجز سريعا وحطوا فيه سور خرساني كمان حفاظا على ارواح المواطنين عشان محدش برضه يقع من على الكوبري. انتوا شايفين سيارات الاسعاف متواجده، سيارات الامن منتشره في كل مكان هنا على الكوبري، وكمان شرطه المستوطنات النائيه بغطاسين شغالين في اعمال البحث. مفيش اي حاجة خرجت لحتى الان، يعني مفيش اي معالم من الميكروباص او الضحايا. اربعتاشر من الضحايا سقطوا في هذا الحادث زي ما انتم شايفين كده، المكان مظلم للغاية، بس هو ده المكان اللي وقع فيه سيارة الميكروباص. وزي ما انتم شايفين، مش عارف حضرتك شايفين القوارب الغطاسين ولا مش شايفينهم، بس عشان خاطر بس الدنيا ظلام هنا. هم عملوا اعمال اضاءة في المكان زي ما انتم شايفين كده اللي سقط من عليه الميكروباص. الغواصين بيحاولوا ان هم برضو يعني يتحركوا في كل مكان علشان يوصلوا للمكان اللي سقط فيه الميكروباص من شارع الضحايا. نسأل ربنا ان شاء الله يلهم اهل الضحايا بالصبر والسلوان، وندعي للمتوفين. أعمال بحث مكثفة بيقوم بيها شرطة المسطحات المائية زي ما انتم شايفين. وعمليات تمشيط للمكان. اللي انتم شايفينه ده يا جماعه اللانشات والمراكب اللي بتتحرك في الجنين. اللانشات دي فيها احبال مربوط فيها الغطاسين، في حبل نازل الغطاس وبتسحبوا اللانش من فوق عشان يتم عمل البحث والتمشيط في كل حته في المكان اللي وقع فيه سياره الميكروباص. زي ما انتم شايفين كده هي دي نزله الكوبري، وهو سواء الميكروباص نازل اختلف بيه عدد القياده دخل في سور الكوبري وخد السور ووقع بيه. انا قلت لكم ان دلوقتي حالا هم ورايين خارجين عن مكان سقوط سيارة الميكروباص. ده اللي انتوا شايفين كده هو ده المكان المحاط بالحواجز الحديدية ومحاط برضه بكتلة خرسانية اهو زي ما انتوا شايفين، واقف عليه قوات الامن برضه عشان خاطر تأمين المكان، مفيش حد يقع تاني. يا جماعة هو ده المكان اللي سقطت فيه سقطت منه السيارة. زي ما انتم شايفين دي أعمال البحث اللي بتتم تحت.
حضراتكم انتم مش شايفين طبعا اعمال البحث دلوقتي، لان هم موجودين دلوقتي تحت الكوبري. شايفين على الجنب التاني كده من تحت الكوبري ان الناس واقفة. اسأل رب العرش العظيم ان هو يغفر ليهم وينهم اهلهم الصبر والسلوان يا رب. هحاول برضو انزل اجيب لكم صورة للبحث عن عمليات البحث اللي بتتم عن قرب. طبعا يا جماعه يعني احنا لازم نتعلم من الاخطاء اللي زي دي، ان احنا نهد السرعه شويه، ناخد بالنا من الحاجات دي. انا اوريكم اهو برده يعني عمليه البحث شغاله اهي صح. قوات الامن زي ما انتم شايفين كده منتشره في كل مكان. في يعني اللي انا عايز اقول لكم برضه ان احنا لازم ناخد بالنا في الملفات بتاعه الكباري، نخفف سرعتنا يعني، ربنا يحفظنا كلنا. لكن احنا اللي برضه يعني لازم ناخد بالنا من الملفات دي، يعني لازم احنا انت في قائد سياره لما تيجي تاخد ملف في انحراف شديد لازم يبقى سرعتك ما تتخطاش حاجه معينه، ما تتخطاش شارع معين وانت بتاخد ملف ضيق. شايفين يا جماعة اهو يعني قوات الامن موجودة في كل حتة في الكوبري. بنقدم ليهم كل الشكر طبعا على ما اللي هما بيعملوه، ان هما بيأمنوا برضو حركة المرور زي ما هي. ونوجه الشكر طبعا لشرطة المستوطنات المائية انها يعني عمليات البحث مستمرة لحين انتشال ضحايا الميكروباص. طبعا كوبري الساحل يا جماعة من الكباري القديمة اللي بتربط او تتوسط منطقة شبرا ومنطقة رود الفرج. انا بعتذر لكم طبعا ان الصوره مش واضحه لكم كويس، ده عشان خاطر بس الليل قليل زي ما انتم شايفين. المواطنين موجودين على الكوبري.
موت. زي ما انتم شايفين يا جماعه ده مكان سقوط الميكروباص. انا كده بصور لكم من نقطه قريبه جدا. لمكان وقوع الحادث. جايه من هنا ده. انا عمال اتصل فيك يا عم. هتابعكم ان شاء الله رب العالمين اول باول باي معلومات عن الحادث. انتظروني بعد قليل في لايف جديد.